المدينة وتهجير للسكان من محافظة حمص إلى الريف الشمالي في مدينة طرستان. مرحبا يا عمو. أنتوا وين هلا؟ إحنا المدارس. إحنا لاجئين بالمدارس. منين عم تاكلوا ومنين عم تشربوا ومين عم يشرب عليكم؟ والله عم يتحننوا علينا شوية خبز. شو بتقولي لبشار؟ شو بتقولي لبشار الأسد يا عمو؟ الله يدمره. الله يدمره.